الكونغرس الأمريكي الاسم الأكثر تداولاً اليوم، وانتخاباته يحسب لها ألف حساب. هي المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، يتكون من مجلسي الشيوخ والنواب. يتكون النواب من 435 نائباً يجرى انتخابهم كل عامين، ومن صلاحيات مجلس النواب إقرار مشاريع القوانين والتصويت على الميزانية وسلطة عزل الرئيس واختيار رئيس البلاد في حال لم ينل أي مرشح الأكثرية المطلوبة. وأما الشيوخ يضم 100 عضو، ومدة العضوية فيه 6 سنوات، ويتم تجديد ثلث أعضائه كل عامين. ومن صلاحياته إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل توقيع الرئيس عليها، والمصادقة على تعيين كبار الموظفين. ويشترك مجلس النواب والشيوخ في سلطة إعلان الحرب.